شوط اول الحقيقه اعتقد ان النادي الاهلي الاكثر استحواذا، المباراه لم ترتقي للشكل اللي احنا عايزينه، ولكن النادي الاهلي ادى بشكل جيد. بص، النادي الاهلي له طريقه في اللعب، يمكن فايلر برجع في اللعب، هو عايز يستحوذ، عايز يلعب كره جماعيه، نعم، عايز ان هو يصل لمرمى الخصوم بشكل محدد، واحنا شفناه الشوط الاول اتكلمنا عليه، قلنا ان النادي الاهلي من اهم المميزات بتاعته ان هو بيلعب على اطراف الملعب، قدر يوصل بشكل كبير جدا واكتر من كره، ولكن يعني الفينش كان ناقصنا الفينش في الشوط الاول، انك تعمل الكروس جيد، انك تشتغل عليه كويس، ان يبقى فيه التواجد بكثافه جوه ال 18 ما كانتش موجوده الشوط الاولاني، عشان كده كنا بنروح كتير، يعني الاهلي يروح كتير ولكن ما فيش خطوره على المرمى. يعني انت برضو نفس طريقه اللعب نفس الاداء، يعني قلينا شويه بسبب يمكن النهارده رمضان برضو مش، لا رمضان صبحي مش موجود، وده واحد من اهم العناصر، يعني مع احترامنا كل اللعيبه، طبعا كل لعيبه بتأدي بشكل جيد، ولكن لما يبقى عندي لعيب سوبر ستار يفرق معايا كتير جدا في الماتشات اللي زي دي اصلا، ولازم عشان يبقى احنا كمان مقنعين واحنا بنتكلم، ده وضع طبيعي في كل الانديه، لما يبقى عندي واحد هو الافضل في مصر في هذا التوقيت ومابقاش موجود عندك النهارده، اكيد هيعمل دروب نوعا ما في الاداء طبعا. لا كمان وجود يعني وجود اللاعب اللي بيلعب مكانه عبل ما ياخد الوقت، يعني احمد الشيخ حتى هو الراجل قال هذا الكلام في المؤتمر. خد بالك يا اسلام، احنا لما بنقول كده احنا مش بنلقي اللوم على احمد الشيخ على الاطلاق، احمد الشيخ برضو ادى اداء جيد في حدود الغياب الكبير اللي غابه احمد الشيخ عن النادي الاهلي، يعني اداؤه مقبول بالنسبه لنا، ولكن انت بتتكلم على مستوى ثابت للنادي الاهلي، ودي اول مباراه يمكن رمضان صبحي يغيب فيها عن النادي الاهلي، فاكيد وضع طبيعي ان الاداء برضو هيتاثر نوعا ما، الاداء الهجومي، ولكن الاهلي قدر يوصل، قدر يستحوذ، قدر يكون له شكل هجومي النهارده، اعتقد لو شفنا الاحصائيات هتلاقي كام كره النادي الاهلي، كام شوط على الجول، كام باص، المس باص قليل، ولكن انت برضو بتشتغل مع فرقه مش قليله، الاسماعيلي برضو فرقه كبيره، النهارده كانوا متزنين جدا دفاعيا، وزي ما اتكلمنا قلنا ان هم بيلعبوا دفاع نص ملعب وبيعتمدوا على الكرات الطويله السريعه، ده الشغل اللي اشتغل عليه النهارده كابتن ادم الاستحضار، لانه عارف طريقه النادي الاهلي، عارف ان النادي الاهلي عنده نقاط قوه كبيره جدا تتمثل في الباكين وفي الطرفين بتوعه، وعارف ان نقاط ممكن يبقى نقاط الضعف للنادي الاهلي في الحالات الهجوميه، انه يلعب ان هو يستغل الكاونتر اتاك ورا الاثنين الباكين، واشتغل عليها النهارده بشكل جيد، يعني حاول بقدر الامكان انه يشتغل عليها، ثبت عبد الرحمن مجدي في الناحيه الهجوميه عشان خاطر يبقى هو ده اللعيب اللي بينقله النقله الهجوميه، برده اللعيب الثاني بيكيتي سيلفا، انا شايف انه ادى مباراه النهارده جيده في حدود امكانياته، هو لعيب عنده سرعه وعنده قوه ولكن برده ما عندوش المهاره، محمد هاني برده النهارده كان لوحده فترات كتير لوحده فترات كتير، ودي كانت مشكله برده للنادي الاهلي في الناحيه الدفاعيه، ولكن اداء الاهلي كان مقبول الشوط الاول، الشوط الثاني اتغير الاداء بشكل جيد جدا، لا استحواذ ايجابي، فرص شفناها على الجول عشان اللعيبه دخلت قبلال، اللعيبه اللي كانت اللي بتلعب بدل اللعيبه المصابه سواء عمرو السوليه او احمد فتحي او رمضان صبحي، دول اللي كانوا موجودين في اخر مباراه وخرجوا، ولعب مكانهم هاني واليو ديانج واحمد الشيخ، اعتقد دخلوا بقى في الشوط الثاني طبيعي، انك بص خد بالك برضو البعد شويه يا اسلام بيدي شويه رهبه، بيدي شويه قلق، خاصه ان انت مين اللي بيلعب مكاني، اللعيب بياخد بالك اللي بيبقى احتياطي وينزل او بقى ما بيشاركش بشكل مستمر وينزل ياخد فرصه، بيبقى الان رقم واحد انه بيلعب على لعيب هو اساسي بقى له فتره طويله، ايوه تمام، فده بتدي له نوع من انواع القلق شويه، الرهبه اللي هي بدايات المباراه، حمى البدايات زي ما بيقولوا، يعني لما بيدخل في اجواء المباراه الامور بالنسبه له بتتحسن كتير، وده اللي حصل، الشيخ يمكن الحقيقه الشوط الثاني عمل اكتر من واحده، الشيخ بس لو عنده توفيق كان ممكن يسجل هدفين احمد الشيخ لوحده الشوط الثاني، لو في توفيق كمان لمروان محسن كان ممكن يسجل الهدف الانفراد اللي حصل، فالشوط الثاني الاهلي افضل بكتير جدا، المساحات اتفتحت، انت كمان استحاله يبقى في فرقه في العالم بتقدر تشتغل على حته الزون ديفنس دي وان هي تراقب طول ال 90 دقيقه، اكيد في وقت من الاوقات هتفقد التركيز بتاعها، الوضع طبيعي، وده كان ممكن يستغله النادي، استغله في الاختراق، استغله في صناعه الفرص، ولكن ما قدرناش نستغله في احراز الاهداف.